بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة السائل من الأردن، يقول فضيلة الشيخ: هل التوبة صلاة تخصها وأدعية تقال بالنسبة للتائب؟ وما صحة حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الدعاء بالتوبة أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي وتب علي وارحمني، فيكثر من دعاء الله سبحانه تعالى أن يتوب عليه وأن يغفر له، مع تركه للذنوب والمعاصي والابتعاد عنها وترك أسبابها، والقبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن على المسلم أن يبذل السبب. وأما حديث تائب من الذنب كمن لا ذنب له فهو صحيح من حيث المعنى، وافق قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلتها من الأردن يقول الشيخ: هل يكون وجه الميت مكشوف عند وضعه في اللحد، وبعض الناس ينزل إلى القبر لوضع الميت وهو لا يعرف شيء عن أحكام الدفن، وهل هناك أناس مخصصين في الدفن؟ أما كشف شيء من بدن الميت في القبر فهذا لا يجوز، أن يترك مسجلا ومغطى في كفنه، ويكون الكفن ضافيا عليه لا يبدو منه شيء. ولكن المشروع أنها تحل العصايب التي كانت مشدودة على الكفن، لا تحل إذا وضع في لحده لأنها تضايقه وليست انتهت الحاجة إليها. وأما من يتولون دفن الميت ويضعونه في لحده فيتولى هذا أهل المعرفة، وأهل والذي لا يعرف لا يصلح أن يدفن الميت أو أن يتولاه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا كان في البيت أولاد لا يصلون، فما موقف الأب والأم وهم يخافون إذا أخرجوهم من البيت أن ينحرفوا؟ فهم يقولون بأننا نصلي في البيت وحدثونا عن أهمية الصلاة في الإسلام. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبب سن مبكرة ليتمرنوا عليها ويألفوها. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فعلى الوالدين أن ينفذ هذا الحديث، فالذي لم يبلغ يكتفى بأمره بالصلاة والتأكيد عليه، والذي بلغ العشر وراهق أو بلغ فهذا يجب ضربه، يجب على الأب يضربه. قوله صلى الله عليه وسلم: اضربوهم عليها لعشر، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتركهم ويكتفي بالأمر، مع الأمر يغربهم إذا تخلفوا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: يا شيخ، يحدث علينا بعض الدعاة جزاه الله خيرا قبل صلاة العشاء في مسجدنا في الحي، ومعظم المصلين عامة وعمال وكبار في السن وصغار، ويتناول في كل قضية موضوع فقهي ويسرد الخلافات وأقوال الخلفاء فيه،
ما رأيكم بهذا؟ هل له أن يأتي بهذه الأقوال الخلافية؟ ليس له ذلك أن يأتي بالأقوال الخلافية عند العوام، إنما هذا عند طلبة العلم، وأما العوام فيكفي أنه يعظهم ويذكرهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ النافعة، ولا يتعرض للخلاف. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من جمهورية مصر العربية يقول: في الزواج يا شيخ، ما حكم تلبيس الزوجة خاتم من ذهب بالنسبة للزوج، وتلبيس الزوجة للزوج خاتم من ذهب؟ ويعتقد بعض الناس بأن مثل هذا العمل يعتبر ميثاق بينهم بعدم الانفصال وحفظهم من الحوادث والسحر. الميثاق هو العقد الشرعي بينهما من الإيجاب والقبول. قال الله جل وعلا في الزوجات: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق هو عقد النكاح الصحيح، وأما تلبيس الخواتم فهذا لا أصل له. وإذا اعتقد فيه أنه اعتقد في ذلك أنه يجلب المحبة، هذا اعتقاد شركي ولا يجوز. وأمر آخر وهو تلبيس الزوج خاتم الذهب، هذا حرام، لا يجوز للذكور أن يلبس الذهب، أن يلبسوا خواتم الذهب، خاص بالنساء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رسالة طويلة وصلت من سائل للبرنامج ملخصها، يقول: فضيلة الشيخ، أنا أخرج زكاة مالي كل عام في شهر رمضان، ويوجد بعض العائلات أخرج لهم مبلغ كل شهر، فهل يجوز أن أقسط الزكاة عليهم على مدار العام، حيث أنني أفصل المبلغ كاملا كل عام، ويعرف أهلي بأن هذا المبلغ للزكاة فقط ولا أحد يقترب منه؟ الأصل أن الزكاة تخرج عند وجوبها وتدفع للمحتاجين، وأن لا يحبسها، لكن لو كان هناك مستحقون لا يحسنون التصرف ورصد لهم نصيبهم ليعطيهم إياه شيئا فشيئا وهذا أصلح لهم، فلا مانع من ذلك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل من أبها يقول: ما حكم عضل البنات في الشريعة الإسلامية، وما هي أسبابه، وما العلاج؟ العضل محرم، وهو منع الزوجة، منع المرأة من الزواج من كفء رضيته، منع المرأة من خاطب كفء رضيت به، كفء لا بد أن يكون كفء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والعضل الكبير هو منعها من الزواج إذا توافرت شروطه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى أمر بالتزويج للذكور والإناث عند توفر أسبابه. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فالعضل محرم، سواء كان عضلا من التزويج ومنعا من التزويج مع توفر أسبابه، أو كان عضلا من الزوج الذي لا يريد زوجته ولا يطلقها، وإنما يمسكها من أجل أن تفتدي منه بفدية. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من اليمن من إحدى الأخوات، تقول: فضيلة الشيخ، هناك عادة عند بعض الناس بأنهم إذا خطبت بنتهم عملوا لها حفلة، وهي بأنهم يدعون النساء إلى بيت المخطوبة، وتأتي أم العروس وتلبس العروس الدبلة، ثم بعد ذلك يقومن بالضرب بالدف والرقص، ويقوم أهل البيت بتقديم الحلويات وما شابه ذلك. والسؤال: هل هذا هو من البدع، وهل يجوز للمسلمة أن تفعل مثل ذلك،
وما الزواج السليم في ذلك مأجوري؟ المشروع بعد حقد الزواج أو بعد الدخول إقامة وليمة، قال صلى الله عليه وسلم للذي تزوج أو لم ولو بشاة، لأن هذا من إعلان النكاح. فالمشروع هو إقامة الوليمة بمناسبة الزواج، وكذلك يستحب ضرب الدف للنساء في مناسبة الزواج، لأن هذا من إعلان النكاح، قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف أو الغربال أو الدف. وما زاد عن ذلك من توزيع الحلويات وإلى آخره، فهذه أمور لا أصل لها. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: شيخ، سمعت رجل يقول بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة، فما حكم هذا القول وما نصيحتكم له؟ هذا قول مرجوح، قول ضعيف مرجوح. ما أعد للتجارة والبيع والشراء تجب فيه الزكاة. نعم. تقول أخيرا: هل يجوز للمرأة أن تبدي كفيها في الصلاة إذا كانت وحدها، وإذا كان ذلك يجوز، فما حكم الصلاة التي صلتها من قبل؟ الأحوط لها أن تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها. نعم. تسأل عن النوم بالنسبة للكفين. نعم. وإلا فبقيل بسفر ولا يخرج منه شيء. نعم. تقول: النوم بعد صلاة الفجر إذا كنا مرهقين فنحن لا ننام إلا بعد قراءة الأذكار. قراءة الأذكار إن كان قصدها الأذكار الصباحية. نعم. فإنها يؤتى بها في بداية الصباح بعد الفجر مثلا، وأما إن كان قصدها الأذكار التي تقال عند النوم فهذه عند نوم الليل، عندما يريد الإنسان أن ينام من الليل فإنه يأتي بالورد الذي يقال عند النوم بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورتي المعوذتين وما ورد من الأدعية في ذلك. نعم. تقول أخيرا: إذا صليت بثوب فيه نجاسة وأنا ناسية، فهل يلزمني الإعادة للصلاة؟ وإذا كانت الصلاة باطلة فكيف أفعل الآن؟ من صلى في ثوب فيه نجاسة ولم يعلم أو علمها ونسيها ولم يفطن إلا بعد ما صلى فصلاته صحيحة ولا يعيد صلاته لأنها صحيحة، وهو معذور بالنسيان في هذه الحالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وعليه نعلاه ثم خلعهما أثناء الصلاة، فلما سلم أخبر أنه إنما خلعهما لأن جبريل أخبره أن فيهما نجاسة، دل على ولم يعد أول الصلاة ولم يعد الصلاة من أولها، دل هذا على أن الإنسان إذا صلى وهو لم يعلم بالنجاسة أو كان يعلم بها ونسيها فصلاته صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. أختكم أم محمد من الرياض تقول: ما فضل الإكثار من الصيام في شهر شعبان، وهل ورد شيء في صيامه مأجورين؟ إن صيامه كاملا لا يشرع، أما صيام غالبه فهو مشروع ومستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. نعم. من الأردن الشين ميم صاد تقول: هل يشترط يا شيخ أن يكون لباس المرأة خارج البيت سواء أسودا، وهل يجوز لبس ألوان أخرى غامقة كالبني والكحلي وغيرها، وما حكم لبس الألوان الفاتحة بالنسبة للمرأة علما بأنها منتشرة بين النساء وليست ثياب شهرة؟ المرأة تلبس الثياب التي يلبسها نساء البلد بشرط أن تكون ساترة وأن تكون خالية من الزينة عند الخروج وأن تكون واسعة وضافية على البدن. نعم. تقول: قرأت في أحد الكتب أدعية ومنها هذا الدعاء، فهل في عبارات الشيء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضيها لي، اللهم فشفعه فيها وشفعني في نفسي؟ هذا ورد في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعمى الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو الله له أن يرد الله بصره، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء، ومعنى توجه بنبيك أي بدعائه صلى الله عليه وسلم، أن في حياته عليه الصلاة والسلام
أما بعد موته فلا يتوجه به صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه الدعاء وهو ميت ولا من غيره من الأموات لا يطلب منهم شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من الجزائر السائلة تقول: أريد شيخا أضع ركيزة أساسية لتثبيت عقيدتي الإسلامية وأكون واحدة من النساء التي يستخر الله بها يوم القيامة. يستخر الله بها، هذا كلام غير مناسب. هذا كلام الافتخار لها، هي التي تفخر بذلك، لأن هذا من الفخر في العقيدة الصحيحة السليمة. ولكن لا بد من تعلم العقيدة من الكتب السليمة، من كتب السلف، كتب السلف الصالح، تقرأ أو تسأل أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: استمع إلى إذاعة القرآن الكريم باستمرار، فهل يجوز ذلك مع ما يحصل من انشغالي في المطبخ عند سماع القرآن، سواء لمتابعة شؤون البيت أو تبادل الأحاديث مع الآخرين؟ أما تشغيل القرآن بمسجل أو من المذياع وفيه كلام صخب وتبادل كلام، فهذا لا يناسب ولا ينبغي أن يكون عند القرآن كلام أو وجيج. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولأن الإنسان لا يستفيد من هذا، إذا لم ينصت للقرآن ويستمع للقرآن فإنه لن يستفيد. وأيضا أما قضية المرأة التي تشتغل في المطبخ وتستمع للقرآن فهذا شيء طيب، لأن المقصود حاصل وهو استماعها وانتفاعها وقت شغلها في المطبخ. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت من المستمع، يقول: بعض الناس الشيخ يسأل عن كل ما يراه في منامه ويتصل على مفسر الأحلام لإجابته. لا ينشغل الإنسان بالأحلام، لأن الأحلام منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، منها ما هو أبغاث وأحلام. ولكن إذا رأى رؤيا تهمه فإنه يسأل عنها أهل الخبر. نعم. يقول: الداخل إلى المسجد والإمام راكع، يقول الداخل إلى المسجد إن الله مع الصابرين، أو يبدأ بالتنحرح، أو يقول سبحان الله. كل هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة أمشوا عليكم السكينة، أما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. يكون عليه السكينة، لا يظهر منه صوت، ولا يقول إن الله مع الصابرين، ولا يتنحنح، ولا غير ذلك. بعض النساء يشق عليها الاعتناء بشعرها الطويل فتقصه قصيرا إلى الأذنين أو مثل الذكور، فهل هذا جائز؟ مثل الذكور لا يجوز، حرام التشبه المرأة بالذكور. أما قصه للحاجة، إذا كان قصه لحاجة فلا بأس بذلك. هذا السائل يقول: أحيانا يكون ثوبي طويلا فأدوس عليه من غير قصد وليس بنية الخيلاء، فهل أكون آثما بذلك؟ نعم، أنت آثم بذلك، وهذا من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. وأما إذا كان معه خيلاء فهذا أشد عذابا وأشد تحريما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف تكون أعمالي وطاعاتي خالصة، وكيف أعرف أنها خالصة لوجهه الكريم؟ لئلا يكون لك قصد غير الله سبحانه وتعالى، تكون خالصة إذا لم تقصد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان قصدك بها رياء أو سمعة أو طمعا دنيويا فإن هذه فيها شرك، شرك الرياء وشرك طلب الدنيا وغير ذلك. نعم. يقول: في الحديث حث الرسول صلى الله عليه وسلم على انتظار الصلاة بعد الصلاة، هل ينطبق هذا على انتظار النساء في مصلياتهن في البيوت؟ هذا في المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني في المساجد، لأن الحديث وارد في المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، كفى إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم. أخيرا يسأل السائل يا شيخ، يقول: ما رأيكم في إنشاء مغاسل للأموات وعمارة تتبع لها كوقف لها؟ لا بأس بذلك، هذا شيء طيب. نعم، هو عمل خيري. يسأل في آخر أسئلة السائل، يقول يا شيخ: بالنسبة لقراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع من بعض الناس، ما حكمه؟ إذا كان ليس في المسجد من يتعذى بصوته من مصل أو تال أو نائم فلا بأس بذلك،
أما إذا كان فيه من يتعزى برفع الصوت فإنه لا يجوز له ذلك. نعم. الأخت أم عمر من مدرسة في حفر الباطن تقول: فضيلة الشيخ، هل لأقل الحيض وأكثر حد معلوم بالأيام؟ نعم، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم حرمان أحد الورثة من الإرث في الشريعة الإسلامية؟ وهل لصاحب المال في حياته أن يفضل أحد الأولاد عن الآخرين منهم؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لأحد أن يحرم وارثا من إرث. الحديث: من حرم أو من منع وارثا منع الله ميراثه من الجنة، وما هذا معناه؟ فالوعيد شديد، والله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز التلاعب بالمواريث، حرمان البعض وإعطاء البعض، هذا من أمور الجاهلية. وأما إعطاء بعض الأولاد في الحياة وحرمان الآخرين فهذا محرم أيضا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده، قال صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. الفقرة الأخيرة في رسالة هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: هل هناك حديث ينص على قراءة سورة تبارك كل يوم؟ نعم، ورد أن قراءتها تنجي من عذاب القبر، فإذا قرأها الإنسان فهذا شيء طيب. شكر الله لكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ صالح على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج، في برنامج نور على الدرب. يتجدد اللقاء معكم ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.